كلمتنا من الكويت امبارح وقالت يا غالية انا عاوزة طريقة فلفل الاحمر اللي بيتخلل وبطريقة سريعة. هخلل لك النهاردة الفلفل الاحمر والاخضر تاكليه بعد يومين بالظبط عشان خاطر عيونك. وتحية لكل حبايبنا من الكويت ومن السعودية وطلبكم اوامر. هنقول بقى كده بالصلاة على النبي، اول حاجة هنعملها هنشوف الفلفل ده بيتخلل ازاي. الفلفل عشان تاكليه بعد يومين بالظبط زي ما حضرتك كده طلبت، قلت يا غالية انا عاوزاه بطريقة سريعة وحلوة، هتجيب الفلفل. لو في عندك في الكويت فلفل احمر زي ده يبقى خير وبركه، بس اكيد هتلاقيه يعني في السوبر ماركت. هو عندنا دلوقتي ده اوانه الصيف، عندنا اوان الفلفل الاخضر والاحمر والالوان والبتنجان بيبقى كتير قوي عندنا ورخيص الايام دي. وكمان حبايبي اللي بيشوفونا لاول مره في العراق، احنا بنطبخ، عاوز اعرفكم حاجه، احنا بنطبخ حاجات بسيطه، حاجات كده على قد حالنا اللي اتعلمناها من امنا وستنا وجدتنا وجيراننا وحبايبنا، على قد ما نقدر كده ندبر الامور، وفي الاخر طول ما نيتك حلوه وقلبك ابيض وصافي وبتسامحي اكلتك هتطلع زي الشهد المقرر. اهم حاجه اخلص النيه وبات في البريه. وبنحسبها ونتوكل على الله، نحسبها كده واحدة واحدة ونرمي الحب وتوكل على الرب. كل حبايبي بقى لأول مرة يشوفونا، احنا بنطبخ أكل بسيط وسهل وعلى قد إيدنا زي ما قلت. وبعدين احنا يعني بسيط، يعني احنا انا عن نفسي ممكن احنا مثلا 6 7 تنفار عيلتي ممكن مثلا نعمل صينيه بطاطس، ادي مثلا لو قلنا هيكفينا كيلو ونص، كيلو ونص بطاطس، الكيلو دلوقتي بقى بخمسة جنيه مش هكدب عليكم اقول لكم رخيص، هيعمل مثلا 7 جنيه ونص على مثلا كيلو قوطه ب3 جنيه على شويه رز، هتلاقي العمليه دخلت لها في 20 25 جنيه، عملت شويه رز وشويه بطاطس شويه بتنجان مقلي، العمليه مشيت معاكي وتعشت وبقت زي الفل. فمش لازم نشد في العالي ونشد في العريض. كل الناس بقى اللي ما بتشوف اللي اول مره تشوفنا يعرفوا غاليه بقى. غاليه بقى طباخه زي ما انتم شايفين على قد حالها كده، جايه تتسابر معاكم وتعمل لكم شويه اكل على قد الحال. جايبه مطبخي معايا حللي وكل حاجتي، وقلت يلا بقى نعمل مطبخ ونتسامر وايه مع حبايبنا. واحمد جوزي بقى ده راجل طيب ومستحملني كتر خيره، سواء ميكروباص كده راجل جدع بياكل من عرق جبينه والحمد لله مستوره وتمام التمام. ادي غاليه قدامه، وامي بقى ست ايه كل ما احتار في حاجه اروح اسالها، هي وام سعيد امي الثانيه. الاثنين احتار في حاجه اروح اسالها، اشوف عندي مشكله اروح اسالها، مفيش حد من الناس الكبيره اللي عاشت وشافت الدنيا والخبره قالت كلمه وخابت، ولا قالت مثل وما طلعش صح. لازم كده نتعلم من بعض، مش كل حاجه نفضل كده نقول لا لا احنا لسه هروح اسال، لا انا مكسوف اروح اسال، انا مكسوف اسال جارتي عملت اعمل ايه، او الاكله دي باظت مني ليه، او اتعامل مع جوزي ازاي، ولا اتعامل مع حماتي ازاي. ما تتعبيش ولا تقعدي تفكري كتير، روحي اسالي. الشوره حلوه، وعلى راي المثل اللي مالوش كبير يشتري له كبير. وامي بقى وام سعيد اللي انا بحكي لكم عليهم، يعني احنا الحمد لله مسلمين واخواتنا برضو اتربينا في حجر بعض مسيحيين، هي مسيحيه واحنا مسلمين وعايشين مع بعض. امي ربت دول وام سعيد ربتنا، دي تخرج تروح السوق تسيب عيالها، دي تخرج مش عارفه عندها النهارده غسيل ومحشي تسيب عيالها، لا كلنا عمرنا نعرف ايه مسيحي ولا اي مسلم، اتربينا مع بعض. وام سعيد كانت كويس، كانت امي تخرج مثلا عندها النهارده مش عارفه راح تجيب ايه ولا هتعجن، كانت ام سعيد تردعني، امي تردع ابنها، الدنيا كانت زي الفل واخوات وحبايب. وزي ما قلت وهفضل اقول، ويمكن ناس كتير قوي قوي اللي جيرانهم مسيحيين بتلاقيهم متربيين في بيوت بعض وفي حجور بعض ورادعين من بعض. عشان كده دايما نقول اخوات وحبايب مفيش فرق، وكل الناس عارفه كده. وكل بقى اللي طالع يقول لك لا اصل ده مش عارفه ايه مسيحي، اصل ده مش عارفه شيعي، اصل ده مش عارفه ابصر ايه، كلنا في الاخر اخوات وحبايب ومعجونين في تينا واحده.
وكلنا في الاخر ولاد حواء وادم. لما تيجي بقى تقطعي الفلفل قطعيه كده، هيبقى شكله حلو في التخليل وفي البرطمان، وفي نفس الوقت يومين اتنين تاكلي منه يا ست الكل وتفرقي على حبايبك في الكويت كله. لو عاوزاه يقعد معاكي من السنه للسنه خليليه زي اللي انا حطاه على التلاجه، ومش هتحطي له خل ولا هتحطي له طوب، لكن ده هتفوتي بكره، بعد بكره بالكتير هتاكلي منه لسببين. السبب الاول لان هو متقطع وهيستوي معاكي بسرعه، والسبب التاني ان احنا هنحط له طوم وخل وشويه ميه سخنين، مش سخنين بيغلوا، دافيين بس، دافيين بس. يا ست ام نواف مرحبا يا حبيبتي، كيف حالك حبيبتي؟ يا مرحب بيكي، عامله ايه؟ كيف حالك؟ عساكي طيبه. كل سنه وانتي طيبه وبخير. وانت طيبه عيوني، انت عساكي طيبه حبيبتي. الله يخليكي، تسلمي عساكي ولا العيون. لا ولا نسيتيني؟ تسلمي لي يا ست الكل. اقول لك انت عارفاني ولا نسيتيني؟ لا اتفضلي. نسيتيني ولا افتكرتيني؟ عمري ما انسى حد من حبايبي ابدا. حبيبتي الله يخليكي، حد ينساك يا منوف؟ شكرا يا عيوني، وانت عساكي طيبه حبيبتي. ده انت الاصل والكرم كله يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، والله وحشتيني مره قسما بالله. انت اللي وحشاني مره وكل حبايبي. شكرا يا عيوني، شكرا حبيبتي. تسلمي لي. انا حبيت اسال عليك يا حبيبتي. سالت عليك العافيه، بس قولي لي رايك كده، ايه رايك بقى في الكلمتين اللي انا قلتهم دول؟ والله انت استاذه صراحه. مش لازم كلنا كده نستحمل بعض؟ والله ايوه فعلا. بس استاذه ايه بقى يا اختي؟ والله ده غاليه اهي بتخلي للفلفل، ده انت اللي استاذه. استاذه جميله جميله بشكل، انت رهيب. تسلمي يا ست الكل. الله يخليك يا حبيبتي، والله اللي فيكي يا رب كل الناس كلها مثلك، تصير طيبه زيك واسلوبك وحياتك كلها يا حبيبتي. تسلمي يا ست الكل، ما هو الزمن علمنا نمشيها بالخير والمحبه. حبيبتي الله يديك الصحه والعافيه يا رب العالمين. تسلمي لي. شكرا حبيبتي. الله يخليكي، ده انتوا اهل كرم وارض طهره، واهل السعوديه كلهم احسن ناس ادرى بالمحبه. الله يخليك يا عيوني، هذا اصلك يا حبيبتي. تسلمي لي. ان شاء الله ويعافيك يا رب. تسلمي يا ست الكل. شكرا يا حبيبتي، مع الف سلام. سلامة غاليه والسلامه حبيبتي. هتحطي لو عاوزه تخليه كله احمر خير وبركه، عاوزه تخليه احمر ف وتحطي معاه اخضر براحتك، انت كانوا طالبين الفلفل الاحمر لوحده براحتك زي ما تحبي. داي بالظبط يومين تاكلي منه وبالف هنا وشفا. فصين توم حلوين كده اهو اهم، ما تدقهمش، شرخيهم بس كده تشريخ كده فوق الوش، وخلي بالك من عينيكي لو الفلفل حراق. مش بعد ما تفضلي تقطعي في الفلفل بقى تروح جايه هرشه في عينيكي ولا في وشك، هتتعبي. هتحيقيه ملح، ما يكونش ملح كتير، احنا لما بنخزن من السنه للسنه زي الفلفل ده اللي هو ده اللي احنا مخزنين ده، يقعد معاكي من السنه للسنه، بيبقى فلفل بلدي وقرمه صغير ويعيش معاكي ويفضل اصفر زي الكهرمان. لكن ده في البرطمان اللي احنا هنخزنه يقعد معانا سنه، حطي ملح، زودي الملح شويه عشان معاكي ما يتهريش الفلفل، ما يتهريش. يعني انا عامله البرطمان ده 2 كيلو فلفل، حاطه عليهم كوبايه ملح من بتاعه الشاي اللي بنشفاه الشاي. لكن الفلفل اللي هتاكليه بسرعه خلال يومين ثلاثه اللي زي ده، وهنحط له شويه ميه دافيه، حيقيه زي ما بتحيقي الطبيخ، ما تحطلوش ملح كتير، حياق بس كده، يعني زي ما بتحيقي الطبيخ كده يبقى يا دوبك، عشان الملح الكتير فيه مش هيبقى حلو، اديله ملح قليل يبقى حايق قيمه ما تحبي. وبعدين ده الملح ده ليه قصه، سبحان الله. الملح ده تلاقيه كده في دمعتك، يعني لما دمعتك تنزل لو دقتيها تلاقيها حادقه، وتلاقيه في موج البحر العالي، سبحان الله بقى. وليه تقسيم، وادي شويه خل اهم، برده الخل خليه
برضو مش كتير، زي ما تكوني كده هتخللي بتنجان، شوفي كده بتحطي للبتنجان شويه خل صغيرين شويه ملح، حقيقيه زي ما تكوني هتاكليها تاكلي بتنجان كده، وشويه ميه دافيين مش سخنه، دافيه بس انا مدفيه له شويه ميه اهو. وشويه زيت على الوش، ان شاء الله يكون زيت تموين مش هجرى له حاجه، شويه زيت بس كده عشان وشه ما يسودش ويبقى وحش. زيت التموين ده احنا بنصرفه على البطاقه في مصر، الواد بيضحك يعني خلاص ما تاكلش زيت تموين، ده احلى زيت. هو انا سيب زيت التموين دي حقيقه وانا بسيب التموين. اهو ادي الفلفل، ادي الفلفل اهو، يومين بالظبط تعديهم على ايدك تاكلي منه جاهز، فيش فص ثوم، فيش في الخل، في الملح، في قوه، وتقطعيه كده هيستوي معاك ويبقى زي الفل. وبعدين انا لما بروح اشتري الحاجه انا اللي بروح اجيب كل حاجه، وحد يقول لي ده تلفزيون بقى وناس بتروح تجي، الناس اللي بتشوفني والخضريه اللي بيشوفوني وانا بشتري منهم الحاجه عارفين الموضوع ده.